السلام عليكم، مساء النور. شرايكم؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. كيف تشوفوا في الكوفيد؟ يعني هاد لي موا هادو نشوف فيه بلي قاعد غير يتناقص، شفتوا في الجزائر؟ والله العظيم نعمة كبيرة، وان شاء الله تبقى هكذا، تبقى يعني بالصفة هذه. هاد الإحصائيات هذه ما تزيدش مع رمضان وجينا، إن شاء الله نزيدو نستقبلوه بالدعاء باش ما يخفف ربي علينا ويخفف على جميع البشرية إن شاء الله يا ربي من هذا الوباء. تعرفوا أنا حبيت نحكي ندور اللي نهضر على الحراك، تلمون راني خايفة، تلمون راني نشوف في دي فيديو وهكا ما عجبنيش الحال. كذا نشوف في حوايج يعني فريمون الى متى. شتو حكايه هذه؟ كيقول لك الطبيعه، كيف يقولوا الطبيعه تخاف من الفراغ ولا لا تحب الفراغ. انا نمن بهذا المنطق والله العظيم. شوفوا السياسه نقولوها هنا خاطئنا، بصح تلموني ولينا نحكي وهكذا، ولينا عندنا واحد الوعي هكذا كمواطنين بسطاء، وهذيك عاد عندنا واحد الوعي. انا بيرسونيل ما عدت من هذا الناس، شغل عاد عندي واحد الوعي هكذا من ماشي نشوف فيه افورس افورس. الناس اللي في الحراك، اني ناكد على سورتو الناس اللي فريمون اللي داتهم هذيك المحنه تاع باه يخرجوا تلقائيا، الناس اللي خرجوا على المطالبه بحقوقهم وخرجنا، فخرج الشعب الجزائري بكل بطريقه تلقائيه وعلى حق وعلى حق وعلى حق. لا بروف، ربي وفقهم وشوفوا يعني فريمون واش تحقق من الحراك هذا. شيء كبير كبير كبير، انا ما شفتوش في حتى دوله، يعني بصراحه ما شفتش ثوره تاع الشعب تقدر تحقق هكذا. الشيء اللي حقه الشعب الجزائري لم يتحقق في اي دوله، رغم اننا نقولوا ونعاودوا مازلنا ومازلنا ومازلنا ومازالت العصابه ومازال الفساد ومازال سي با فاسيل. سي اون بيريود لازمها تاع كفاح تاع ضد الناس هادو اللي يفسدوا البلاد ونهبوا البلاد، اعداء الجزائر اللي يجيو في المرتبه الاولى انا نسميهم هادو. واش هي حاجه فريده برك؟ تلموني خايفه على الناس اللي في الحراك، الناس المناضلين فريمون اللي وقفوا ما خلوش الحراك ومن قلبهم بكل حابين صح يشوفوا الجزائر الجديده هذه، يشوفوها صح هكذا كما قالوها في الواقع تاعها، يشوفوها وين يدوروا يحسوا باللي كاين تغيير وهذه هي الجزائر الجديده. تلموني راني خايفه عليهم، حبتهم فريمون يخوضوا هذه المعركه افون كي سخا ترو تار. الشيء اللي قاعده نشوف فيه هكذا في دي فيديو وتعليقات تاع تغير ما نقولش المنطق تاع الحراك واش هي، تغير واحد الشيء قاعدين نشوفوا فيه ما يفرحش. بويسك كو على بالكم الحركه هذيك الفاسده اللي في بريطانيا وما نعرف الحركه تاع الفساد تاع رشاد هذيك اللي تحب تدي الجزائر للهاويه اللي يراسها هذاك المنافق الكبير، كرهت من ذكر اسمه. المهم ولا كليك هذيك ومام باغميو هذاك لو بوتي اللي حب يكون ان سيجور بريزيدون دو لاجيري، يا سلام هذاك لو بوتي كو عارفينو. هادو الناس اللي عندهم فريمون علاقه بالمخزن يعني بصراحه، وعندهم عائلتهم تما في الماروك، راكم على بالكم هادو الناس راهم عندهم العائلات، جزء من العائلة تاعهم راهو عايشين في المروك تحت الحماية المخزنية مدعمين وكل شيء. خلينا من المروك وهلاك المروك وهذيك، خليو أبار. نحكي مع الناس اللي في الحراك، أصحاب النية الصافية اللي يحبوا البلاد هذه ويتمنوا لها كل خير. سيغتانمون اني معاكم انا في حوايج هكذا، يعني راني قلتها بصراحة. مام لهذاك سميهولي سي صالح كوجيل نورمالمون، فوالا نحترمو واش هي اللي سني العمر تاعو، يعني تالمون حبينا نشوفو شباب في يعني في يعني هذاك النهار انا بعد بقيت حايرة، بصح لا علينا معليش
معليش افيك لو طون اي دو بارتير راح يروح. حبيتكم ما تعلقوش كل شيء على هاد حاجه كيما هادي. عندكم البيبان بكل مفتوحه، ادخلوا بوغ ليكيدي، نقولها ونعاودها بوغ ليكيدي. الناس التافهين اللي كانوا في اللي مازالوا درك مازالوا ينابحوا وحابين يتوليو، الناس اللي في لي دو بارتي تاع الفساد وتاع المنكر اللي انشاتهم العصابه. ادخلوا الشباب اللي في الحراك اللي فريمون يحب البلاد هذه ما عندهم يستنى، راكم رايحين بوزالي غاطي هذه الفرصه. خليوا الناس يمثلوا الحراك. انا فاهمه اتوبخي علاه تسمى ما كانش تمثيل تاع الحراك، كاينه تلاعبات سي اكسبري باه تبقى هكا، معناتها نعرق البرك. وفي العرقله هذه مش كل اللي كاينين لي مالاد، كاينين الناس اللي مرض وعندهم تسمى حقد كبير على الجزائر، وكاينين الناس اللي راهم بوسي باه تبقى الامور هكذا، يفتيوا لهم ولا الحراك لازم يبقى هكا وما لازمش لي يمثلوا هذيك سارت في فتره ما لازمش لي يمثلوا، وراني معاكم 100%. مي دركا نو، ما تخليوش الفرصه هذه تزيد تفوت. جوسكا كون اني قلت لكم الطبيعه لا تحب الفراغ، يقول لك الطبيعه تكره الفراغ، سي فغي راه كاين فراغ كبير من الحراك نخليو. كاينين الناس قاعدين نشوفو وجوه لي فريمون تشرف ممثلين تاع الحراك، يلا هيا الي الفو اتاكي مدام الساحه هكذا. والله العظيم سينو واش مادا بيكم، تبقى الدوله ما دير والو، يبقى هذا النظام هذا ما يدير والو، يبقى يتفرج يستنى حتى نهار تقبلوا عليه. وشتو هذوك التصعيد في المطالب حتى ولات المطالب فريمون تافهه، كرهنا من حكايه لي جينيرو ما لي جينيرو والجيش وهذيك. فينالمون حنا ما نشوفو حتى عسكري ما نشوفوش لا في الحراك اللي حتى بلاصه، تلمو توضحت الصوره باللي هادو الناس اللي راهم فريمون قاعدين يديروا في هاد كي يقولوا يرفعوا اللافتات هادو ولا يتكلموا على الجيش، هادو هما بعد اللي حابين تبقى الامور هكذا، عندهم غرض كبير تبقى الامور هكذا، معناتها نبقى نعرقل. مي الانسان ما يكذبش على روحو كاينين حوايج قاعدين نشوفوا فيها، لازمكم توما تزربوا تدخلوا يا ناس يا الممثلين. سينو شوفوا ونزيد نقول لكم، اي واحد درك يولي يفتش باه يكون تمثيل تاع الحراك من الحراك بعد يولي وهكذا، كاينين الناس اللي على بالي بهم حابين يكون تمثيل تاع الحراك، راهم خايفين برك. علاه خايفين خاطر راح تشير لهم اصبع الاتهام باللي راهم خونه، وهذا هو المنطق اللي يمشيو عليه الناس اللي حبوا قلبوا الدول تاعهم وخربطوا الدول، سيرتو يقول لك في الدول الاشتراكيه وهذيك هذا هي معناتها عرقله ومطالب حتى ما لا نهايه، معناتها حتى تحطوا روحكم في الكاو افيك لو طون راح يكون حيتقسم الحراك وراح يصراو فيه، يعني لبقيتو هكذا وما كانش من هادي تاع راكم على تماتيكا وما كانش منها هاديك لا مع الوقت كل شيء. اللي قلت لكم الطبيعه ما تحبش به يكون هاد لو فيد هذا، ما تدخلوا شيء حيرتونا حنايا كشعب، حنا الحراك كنا نشوفوه زيد وكلنا نشوفو تلمو واحد المطالب تاع تصعيد برك، ما كانش مطالب تاع حقوق كما كانت في الاول، لا مطالب اقتصاديه لا قانونيه لهذيك كاينه جوست تصعيد وضرب الجيش الجزائري. هاد الحركه رشاد هذه بلوس كان سوباز على ضرب الجيش الجزائري، ماهيش من دركا، ماهيش من عام، ماهيش من عامين، ماهيش من ثلاثه، ماهيش من ربعه، صافي ديزاني بلوس كان موها الوحيد. ما نقولوش سيغتانمون كانوا هادو لي جينيرو الفاسدين وهاديك الشعب الكل على بالو بصح ماهوش الجيش الجزائري، بيسكو دركا ما حنين نوليو ينتقلوا للجيش وهكا بوغ بارطاجي باه يقسموا هاد الجزائر، يقسموا الشعب الجزائري، بيسكو المؤسسة العسكرية الوحيدة اللي راهي صامدة
وعندها فريمون حنكة كبيرة في هذه الأمور، حنكة كبيرة. نقول لهم برافو 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 للجيش تاعنا، والحنكة اللي يتمتع بها في عدم الرد على التافهين، التافهين والخونة أصحاب الفتن اللي في الخارج سورتو في لونجلتير، وحركة رشاد الإرهابية. أنا نسميها حركة الإرشاد الإرهابية، لما تقبلش الآراء الآخرين، عنصرية بأتم معنى الكلمة، بأتم معنى الكلمة. هادو الناس هادو أراهم أكثر من العصابة، وأكثر من ما تقدروش تتصوروا. أراهم هكذا شغل بلوكي، هكذا يقبل غير رأيه، ولي يكون عنده نفس التوجه، بينما الناس الاخرى يكون يجيو يعارضوا ويسخون با داكوغ على حاجه، يوليو خونه. فوالا انا نقول لهم الناس اللي سورتو لي جون اللي في الحراك، اتونسيون اتونسيون اتونسيون، ام يفتشوا يزجوا بيكم، هكذا نقولها، هذا هو المنطق، يزجوا بيكم في كيما نقولوها في حراك ليس له نهايه، جوست بور بروفوكي الدولة، بور بروفوكي ميم لي زالجيريان، معناتها يعني يبقى يستمر حتى ما لا نهاية. يشوفوا تسمى ولات افيغ تاع غنان، غنان و او ميم طون مخطط، غنان المخطط. هذه هي، يا ربي نقول احمي بلادنا، وخلي الناس هذو يديروا شويه ثقه، يعاودوا ترجع لهم ثقه، بيسك يا دي مالاد اللي في ميم في الحراكه. انا ما نلومهمش، الناس اللي مرضوا من العصابه ما نلومهمش، وضروا شويه ثقه ومعاهم الحق، تما عادوا ما يديروش ثقه، يعني بصراحه ما كانش ثقه، ما يمنوش باللي ما يمنوش اونفا في النظام هذا، ماشي حين يقول لك ما نمنوش، بصح نو خليه، مادام هذه سي اون اوكازيون سي اون شانس للحراك، الممثلين كاينين ناس اللي فريمون يسون فور في الحراك، خليهم هما اللي يرجعوا الثقة، وهما اللي كيما قالوها بالذكاء تاعهم، الذكاء السياسي، إذا يدخلوا للمعركة، ينعتوا لنا حابين نتمتعوا بالذكاء تاعهم السياسي يا ناس، ماشي ما تستناوش حتى تكون دون زان بلاتو، آلي ادخلوا، و أو كونتخيغ انتوما اللي رايحين تربحوا بهكذا. فوالا رايحين تسمى كل شيء بيدكم، كل شيء بعينيكم، كل شيء. إيه كي تكون حاجة ما عجبتكمش، الشعب راح يكون معاكم يا ناس، يا ممثلين الحراك، ما تبقاوش تسمعوا لهداك للبوندي، هداك اللي البوندي هداك تاع حركة رشاد، هداك البوندي، هداك العصابة، هداك اللي اسمحولي ما غادي، مازلت شوية صبرانة، كنت شوف رياني نسعي، بس حقلها غالب اليوم، هاكا تشوفو لوي مارس، وانا راني جاية نحكي في السياسة، السياسة المتواضعة، السياسة تاع سياسة البيت، شوفوا نضحكوا مالغريتو نضحكوا، ربي إن شاء الله يخلي أيامكم كلها سرور، كلها سعادة يا ربي، كل الجزائريين إن شاء الله، ربي إن شاء الله يسعد أيامهم يا ربي يا ربي، ربي يفرج علينا. وشوفوا انا هاد البريزيدون انا مديره فيه كونفيونس، بيسك الي انتيغي، حتى واش راحين تقولوا هكا، تقولوا فاس، تقولوا هكا، تقولوا هكا، نو مي درك راهو الي انتيغي، انتيغي باه يخدم الشعب يا ناس، ثقوا شويه، ديروا شويه ثقه، وهي اللي ما يعجبش يا خويا يتليكيدا يروح، انتوما قلبتوا كل شيء اللي كيديتوا علينا الهم بكل، وصلت لهادو ما تقدروا ديروا والو، سبحان الله. كو عندكم حنكة يا ناس، الناس سورتو هذوك لي بغاف لي في الحراك، لي بغاف انا نعيط لهم، هذوك هما نتمنى يكونوا هما الوجوه اللي راح تمثل الحراك، وفي اقرب وقت ان شاء الله نشوفوا وجوهكم هكذا، ونتهناو يلاه والشعب معاكم، الشيء اللي ما يعجبكمش اذا راح الشعب راح يكون معاكم، هذه اكيد واكيد واكيد. هيا وخليوا لافون تاع الشوله والله العظيم. المهم نقول لكم الجزائريين، هذه هي امنيتي انا في الويمارس، ان شاء الله نشوف بلادنا، نشوف استقرار، ونشوف هذا الحراك هذا نبقاو نحتفظوا به، ساخت يبقى الحراك، بصح يولي
بصفة أخرى تبقى دائما المطالب، بصح المطالب اللي تنعش الجزائري، المطالب اللي تفرح الجزائري، المطالب اللي تحسن له حياته اليومية، الانشغالات تاعو، ماشي نبقاو فيكسي في مطلب اللي حتى بان باللي فريمون راحين، حتى اللي ما كانش يمن باللي هادو ناس ضد الجيش، اي بعد يمن بزاف كثروا كثرتوا كثرتوا كثرتوا. انا من عندي انا لي جينيرال الفاسدين الى الهويه، المواطنين الفاسدين الى الهويه، الرئيس اللي كان ما خدمش البلاد سي تو تافي نورمال، وان شاء الله يجينا شاب اي بوركوا با هي بطريقه تاع كيما تكون انتخابات تشريعيه وهادي، علاش لا لا، نتمنى نتمنى من قلبي بوك ان شاء الله نشوفوا لي جون تاعنا في اعلى قمه اعلى سلطه، وهما اللي يقودوا البلاد. والحراك راهو هنا تخمان بالشباب، تخمان بالشباب اللي قادر على روحه مالغري فيه الناس اللي راهم ضد الحراك، اللي مانيبوليو في جماعات وجماعات ووجهوهم الى توجهات خاطئه بطريقتهم هذيك الخبيثه، بصح للشباب الجزائري راهو جد 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 واعي. المهم نقول لكم خليكم على خير في هذه الامسيه، ربي يجيب لنا الخير ان شاء الله في الايام المقبله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. هيا بقوا على خير الساعه هذه، سلامه.